السجائر الإلكترونية ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة بين بعض شرائح المجتمع، وبإجماع من الأطباء والمختصين فقد أكدوا خطورتها على صحة الإنسان. الزميل محمد بن مشهور عد لنا هذا التقرير، نتابع. السجائر الإلكترونية ظاهرة سيئة انتشرت بين عدد من فئات المجتمع وتسببت في العديد من الأعراض الصحية السلبية، الأمر الذي استدعى الأطباء والمختصين بالمساهمة في الوعي الصحي بتوضيح خطورتها وأضرارها على أفراد المجتمع. كما لجأ بعض المدخنين إلى هجر السجائر التبغ التقليدية، معتقدين بذلك بأن البخار الإلكتروني أقل ضرراً على الصحة وأنها وسيلة للإقلاع عن التدخين، إلا أنها تسبب أضراراً بالغة تؤثر على الصحة العامة لما تحتويه من مواد سامة لجسم الإنسان. هي على أساس بتعاون الإنسان علشان يقلع على التدخين. لما بنقول يقلع على التدخين يعني أنه يبطل تماماً من غير رجعة له، لكن لاحظ الحين أنها صارت بديل للتدخين. في كمان أيضاً ظاهرة ثانية أنه في من هو يعني في الأساس غير مدخن ودخل لعالم التدخين من جراء هذه السجائر، هذه اللي هي بتغري كتير من ناحية الرائحة، من ناحية سهولة استعمالها، من ناحية كل شيء. مقارنة بالتدخين العادي التقليدي مخاطره أقل، لأنه التدخين العادي فيه كذا مادة خطيرة مسرطنة تقريبا فوق 4000 مادة، بس هي كمان في عندها ضرر، وضرر يعني ما هو هين. هي أيضا بتحتوي على مواد مسرطنة، خاصة أن المواد هذه يقع تسخينها وتحويلها للبخار ويستنشقه الإنسان. ولا ننسى أنه الكثير منهم بيستعملوا التدخين هذا على مدى طويل، يعني بتأخذ مواد ضارة حتى ولو كانت بنسبة قليلة، فعل التراكم فعل الزمن حتظهر يعني نتائجها الضارة. طبعا سهولة استخدامها وسهولة بيعها وتواجدها في المحلات خلت المراهقين برضه توجههم صار أقوى، وصار كبداية للتدخين وللأمور الثانية. وإلى الآن ما انتهت الدراسات الكافية انه لها ضرر محدد وكذا، بس انه هي مضرة. انت لو تشوف اللي بيستعملوا التدخين الالكتروني حتلاحظ عندهم تقريبا نفس الاعراض تبع المدخن العادي، من ناحية السعال، من ناحية الصداع، من ناحية الام البطن، التقيؤ، الاشياء هذه، يعني في الاعراض الموجودة وعلى مدة طويلة يعني بتظهر عندهم الادمان، يعني بيصيروا دائما بيحبوا يدخنوا. في بعضهم بيصيروا يطلعوا في الجرعات، يعني بيزيدوا جرعات النيكوتين، يعني هذا دخول يعني من الباب الواسع لعالم التدخين. تزداد ظاهرة السم الإلكتروني اليوم، وأصبح إدمانها في متناول الجميع، مما قد يؤدي ارتفاع معدلات الأمراض مستقبلا. فهل من مجتمع واع يحافظ على صحته؟ ببرنامج هلا محمد بن مشهور، جدة.